أوكسة مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في عناوين بارزة. أكد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس أن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفلسطينيين سواء في غزة أو في القدس تعكس العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني، وذلك على خلفية المساعدات التي قدمتها المملكة المغربية للشعب الفلسطيني الشقيق وآخرها في شهر رمضان المبارك. وفي خبر آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس قد أمر بفتح في وجه المصلين المساجد التي تم تشييدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعددها 43 مسجدا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد 25500 مصلٍ ومصلية، وكلفتها الإجمالية 561.7 مليون درهم. وفي الخبر السياسي مشاهدينا الكرام، لازالت تداعيات الدعوى القضائية التي رفعتها القيادية بحزب الاستقلال رفيع المنصوري ضد رئيس الفريق البرلماني نور الدين مضيان ترخي بظلالها على مكونات حزب حلال الفاسي بجهة الشمال، بعد اتهامها لمضيان بالتشهير والابتزاز وقيم فريق الحزب بمجلس ألجيا بتجميد عضوية رئيس المجلس النيابي نور الدين مضيان. وفي الخبر الأمني، تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من إحباط محاولة تهريب طن و200 كيلوغرام من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب. ورياضيا مشاهدينا الكرام، تم وضع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في المستوى الثاني قبل إجراء قرعة أولمبية باريس، وسيتم تقسيم المنتخبات 16 المتأهلة إلى 4 مجموعات تضم كل منها 4 فرق. وفي دوري أبطال أوروبا مشاهدينا الكرام، أسدل الستار عن مواجهات نارية في دور الثمانية، مواجهة تجمع بين ريال والسيتي وكذلك بين برشلونة وباريس سان جيرمان. وفي باقي المواجهات يواجه فريق أرسنال بايرن ميونخ الألماني، وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني يواجه بروسيا دورتموند. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.